السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيخص الحصة السابعة، فصل الخليط غير متجانس دائما من الوحدة الثالثة، الموضوع الثاني الخلائط والذوبان، من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذن في هذا الفيديو غادي نحاول نحقق الأهداف المخطط لها، وهي أن أوظف أو أن أكون قادرا على توظيف التقنية المناسبة لفصل خليط غير متجانس. أولا وقبل بداية الدرس، إذن أولا لابد لي أن أقوم بتعريف بسيط لغير متجانس، خليط غير متجانس. إذن تعرفنا في الحصص السابقة على أنواع الخلائط، إذن الخليط المتجانس والخليط الذي لا يمكن الفصل بين مكوناته، لكن بالنسبة للخليط غير المتجانس هو خليط يمكن فصل مكوناته أو رؤية مكوناته بالعين المجردة. مفهوم؟ إذن كما دائما نبدأ بالصورة المرافقة للنص الانطلاق. ألاحظ إذن هنا عندي خليط من الماء والزيت. إذن بالنسبة لجملة الانطلاق، انسكب لأختك قليل من الماء في كأس بها زيت فطلبت منك مساعدتها. إذن أختك تكبل شوية ديال الماء في كأس بها زيت، هيك، فطلبت منك مساعدتها وقالت لك أجي ساعدني. إذن في نظركم شنو هو السؤال ديال التقصي اللي غادي يجي مع هذه الوضعية؟ إذن السؤال التقصي اللي غادي يجي مع هذه الوضعية سهل جدا، هو كيفاش تساعد أختك على فصل الزيت عن الماء، كيفاش نفصلوا الزيت عن الماء أو نفصلوا الماء عن الزيت. مفهوم؟ إذن سؤال التقصي هو على الشكل التالي. إذن سؤال التقصي، إذن سؤال التقصي هو كيف يمكن فصل مكونات خليط غير متجانس. اسمحوا لي على الكتابة لأنني كنكتب شوية مزروب. كيف يمكن فصل مكونات خليط غير متجانس؟ إذن هذا هو سؤال ديال التقصي. بالنسبة للفرضيات، الفرضيات اللي ممكن نفترضها، أفترض أنه يمكن استعمال تقنيتي التصفيق والترشيح لفصل مكونات الخليط غير المتجانس. إذن هذا هو سؤال تقصي وهذا هو الفرضية. سؤال تقصي كيفاش يمكننا نفصلوا مكونات خليط غير متجانس؟ حنا عندنا هنايا خليط غير متجانس، خليط الماء والزيت، مفهوم؟ والافتراض هو افترض انه يمكن استعمال تقنيتي التصفيق وتقنية الترشيح لفصل مكونات الخليط غير المتجانس. دابا غادي نتعرفوا على هذا التصفيق وهذا الترشيح من خلال دراسة أنشطة أتحقق، مفهوم؟ إذا نبداو بالسؤال الأول أو بالنشاط الأول في ركن أتحقق. أولا أحضر محقنة بها خليط من الماء والزيت وكأسا. إذا عندي هنا محقنة فيها خليط ديال الماء والزيت ونجيب واحد الكأس وأترك الخليط يسكن. إذا أدفع المكبس شيئا فشيئا، الصراغم اثنان. إذا الصراغم اثنان كنجيب واحد الكأس وكنبدا ندفع المكبس شيئا فشيئا حتى يعزل الزيت عن الماء، حتى يتعزل الزيت عن الماء. فهم؟ إذا غادي يهبط لي هنايا غير الماء وغادي يبقى لي فقط في المحقنة الزيت. مفهوم؟ إذا في نظركم شنو كتسمى هذه العملية؟ تسمى التصفيق. إذا هذه هي العملية ديال التصفيق. التصفيق هو فصل مكونات واحد الخليط غير متجانس باستعمال مثلا المحقنة. مفهوم؟ ثانيا أحضر عصير البرتقال في الكأس. إذا عندي واحد العصير ديال البرتقال في الكأس وأتركه يسكن. صورة رقم ثلاثة. إذا هنا الصورة رقم ثلاثة كتوضح لي واحد العصير نتركه يسكن، مفهوم؟ تركناه يسكن. إذا شنو هي الملاحظة اللي ممكن نلاحظه من خلال هذا الكأس؟ هو أن الخليط مالو؟ خليط غير متجانس. نلاحظ أن الخليط، أن خليط غير متجانس.
إذا الخليط غير متجانس، إذا هنا ما كيبانناش واحد الخليط متجانس، إذا هو خليط غير متجانس. شوفنا لاحظوا هنا لاحظ، إذا ممكن رؤية مكوناته بالعين المجردة. إذا سؤال موالي، هل تم فصل الصلب عن السائل بصفة نهائية؟ إذا هنا في نظركم واش تم الفصل ديال الصلب عن السائل بصفة نهائية؟ إذا لاحظوا الجواب هو لم يتم فصل الصلب عن السائل بصفة نهائية، لأنه بقيت أجسام، شوف بقات أجسام، ها هي كاينة هنايا، أجسام عالقة، فهم أجسام عالقة في الجسم أو في ال عفوا في السائل المصفق، السائل المصفق، داكوغ. حنا درنا هنا عملية التصفيق كذلك، إذا هذا هو السائل المصفق، السائل اللي كنفصلوه عليه كيتسمى سائل مصفق. إذا هنايا نفصل السائل عن الأجسام العالقة، إذا كيبقاو لي كذلك في داك السائل أجسام عالقة، لذلك هنايا لم يتم فصل الصلب عن السائل بصفة نهائية، مفهوم؟ لأنه بقات فيه أجسام عالقة في الجسم أو السائل المصفق، مفهوم؟ إذا السائل المحصل عليه بأكثر صفاء من السائل المحصل عليه بالتصفيق، إذا لاحظوا السائل المحصل عليه بورق الترشيح، إذا هنايا بالترشيح. إذا هنايا من بعد ما فصلنا باستعمال التصفيق، ما كفاناش التصفيق لأنه بقاو أجسام عالقة في السائل، لذلك استعملنا ورق الترشيح، إذا استعملنا العملية الثانية وهي الترشيح، إفراغ العصير في ورق الترشيح، فتبقى الأجسام العالقة في ورق الترشيح ونحصل على سائل أكثر صفاء، إذا السائل المحصل عليه بالترشيح أكثر صفاء من السائل المحصل عليه بالتصفيق. يبقى الجسم الصلب، فين كيبقى الجسم الصلب؟ لاحظوا عالقا، كيبقى الجسم الصلب عالقا على ورق الترشيح، مفهوم؟ إذا يسمى السائل المحصل عليه، إذا السائل المحصل عليه بعد الترشيح يسمى الجسم أو السائل المرشح، السائل المرشح، نكتب السائل المرشح أو الجسم المرشح، وهو خليط متجانس الآن. متجانس لماذا؟ لانه ما يمكنليش نفصل ما بين المكونات ديال هذا الخليط، او لم يبانوا لي انه كاين مكونات اخرى، اذا هو خليط متجانس لا يمكن رؤيه مكوناته بالعين المجرده، مفهوم؟ اذا غادي نمروا الان الى الملخص. استخلص التصفيق تقنيه تسمح بفصل جسم صلب عن سائل، اذا التصفيق كتمكنني من فصل واحد الجسم صلب عن جسم سائل، او جسم سائل عن سائل اخر بحال الزيت والماء، في خليط غير متجانس، دائما في خليط غير متجانس، عندي واحد الخليط غير متجانس يمكن لي وبغيت نفصل بين المكونات ديالو، غادي نستعمل عمليه التصفيق، وعند ترشيح خليط غير متجانس من صلب وسائل نحصل على رشاحة وهو خليط متجانس. إذا هنايا هذا الجسم المرشح كيتسمى رشاحة، مفهوم؟ كيتسمى رشاحة وهو خليط متجانس، مفهوم؟ إذا من بعد ما كنرشح واحد الخليط غير متجانس من صلب وسائل كنحصل على رشاحة، ديك الرشاحة اللي عبارة عن سائل وهو خليط متجانس، مفهوم؟ دونك لا ديكونتاسيون، التصفيق هي لا ديكونتاسيون، إي أون تكنيك كي بيرمي دو سيباري أن سوليد دان ليكيد أو أن ليكيد دان أوتر دون أن ميلونج هيتيروجين، فواحد الخليط غير متجانس، لوغ دو لا فيلتراسيون دان ميلونج هيتيروجين دو سوليد أي دو ليكيد. دونك عند ترشيح خليط غير متجانس مكون من الصلب والسائل اون اوبتيان ان فيلترا كي اي ان ميلونج اوموجين، كنحصلوا على واحد الرشاحه اللي هي خليط متجانس، مفهوم؟ اللي هي خليط متجانس. الان غادي نمروا الى التطبيق. السؤال الاول، اكتب امام الجمله اسم التقنيه المناسبه، اذا غنكتب قدام الجمله هذه الجمله، هذه التقنيه المناسبه، واش تصفيق ولا ترشيح؟ ينظف المستخدم مياه المسبح من اوراق اشجار، اذا باش ينظف هذا المستخدم المسبح من اوراق الاشجار خصو يستعمل عمليه التصفيق، داكوغ التصفيق، هذا عمليه التصفيق، علاش؟ لانه باش يزول غير ديك الطبقه ديال اوراق الاشجار وغادي يبقى له الماء او مياه المسبح صافيه ونظيفه، مفهوم؟ كيسيون 2،
J'écris devant la phrase la technique appropriée. Donc, قدام هاد لا فراز عاوتاني غادي نكتب اما ديكونتاسيون تصفيق ولا فيلتراسيون اللي هي ترشيح. On sépare la sueur du bois mélangé au sable en mettant le mélange dans l'eau. Donc, هاد لا سيور هما نشارات الخشب او لا فتات الخشب مفهوم mélangé au sable يعني مخلطين بالرمل en mettant le mélange dans l'eau وهاد الخليط درناه في الماء. اذا في نظركم باش غادي نفصلوه؟ اذا هنايا غادي نفصلوه بورق الترشيح هو اللي غادي يساعدنا. اذا غادي نديرو الترشيح اللي هي فيلتراسيون. داكور فيلتراسيون فيلتراسيون داكور فيلتراسيون هي اللي غادي تساعدنا. وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديال اليوم اللي كيتعلق بفصل الخليط غير متجانس اللي كيخص الوحده الثالثه الخلائط والذوبان من كتاب المتعلم والمتعلمه منهل النشاط العلمي. القاكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.